المشروع. يمكن منذ أن بدأت رحلة سقوط الوزراء السابقين ورجال الأعمال الفاسدين وتم التحفظ على أموالهم وحبسهم على ذمة التحقيقات، انطلقت شائعات وأقاويل يوما بعد آخر، وخاصة بعد ما حدث مع السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية السابق، وعزم كثير من زوجات هؤلاء الوزراء ورجال الأعمال إلى طلب الطلاق أو الخلع بدعوى الأضرار النفسية والمادية. الشائعات هنا أثارت مخاوف كثيرة وطرحت عدة تساؤلات، هل طلب الطلاق أو الخلع خدعة أو حيلة تقوم بها الزوجات بالاتفاق مع أزواجهم المحبوسين للهروب بالأموال؟ هل لو تم الطلاق بالفعل سوف تتمكن هذه الزوجة من الخروج من وطأة قرار التحفظ على الأموال؟ يعني أسئلة كثيرة ومخاوف كثيرة تدور في أذهان الكثيرين، حيجيب عليها النهاردة معانا دكتور سيد بحيري استشاري القانوني محكم الدولي والمحامي بالنقد. دكتور سيد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم. دكتور سيد، ما هي حدود الذمه الماليه للزوجه؟ احنا هنا في النظام المصري الذمه الماليه للزوجه مستقله تمام الاستقلال عن الذمه الماليه للرجل. تمام. ليها حقوق عليه في حكايه الحياه الزوجيه، الماكل، المشرب، المسكن، لكن ذمته الماليه السابقه على الزواج أو أثناء الحياة الزوجية أو بعدها مستقلة تماما وليس لها من ثمة حقوق عليه. أما بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الكسب الغير مشروع فهم ملزمين بأن هم يقدموا إقرارات أول ما يبدأ في يخش الحياة العملية كموظف في الحكومة أو من الفئات العشرة اللي منصوص عليها في القانون. والفئات دي من بينهم حتى العمد والمشايخ، من بينهم أي واحد حامل أو ممول وبيتعامل مع الحكومة بيزيد التعامل عن 50,000 جنيه، فبيقدم إقرار ذمة مالية من أول تعامله ولما ينهي التعامل، وإذا كان موظف من أول ما يتوظف ولما ينهي علاقته بالوظيفة، دي في خلال شهرين من أول ما يتوظف ولما ينهي وظيفته مثلا كرئيس جمهورية لازم في خلال شهرين برضو بيقدم ذمة نهائية. في بقى إقرار ذمة مالية دوري كل 5 سنوات بيكتب فيه كافة المنقولات، كافة العقارات، أي حاجة من أي نوع لازم يذكر. إذا كان هو اللي خاضع لإقرار الذمة المالية فبيكتب كمان بيان الزوجة، منقولاتها وعقاراتها، كل أملاكها وتوقع عليها، وبحيث إذا هي امتنعت أنا المفروض بقدم الإقرار فين؟ لجهة عملي. تمام. بخطر جهة العمل وبقول ان الزوجة امتنعت على الادلاء بالبيانات او امتنعت عن بعد ما ادتني البيانات امتنعت عن التوقيع، وبالتالي الزوجة مرتبطة حال حياة العلاقة الوظيفية بانها تودع اقراراتها الدورية شأنها شأن الزوج في نفس الاقرار حتى لو ما كانتش بتشتغل، حتى لو لم تكن تعمل. يعني معنى كده ان اي زوجه من زوجات هؤلاء الوزراء اذا كانت تمتلك الكثير من الممتلكات هي تخضع لقانون الكسب غير المشروع، يعني أكيد. ما ينفعش انها تطلب الطلاق والخلع وباي باي. اكيد. والاولاد القصر كمان هو بيقدم بيان بيهم، الخاضع او الملزم بيقول والله ان انا اولادي، ويكتب بقى بعد كده المصدر. تمام. يكتب المصدر. طب ده شيء كويس لان كتير من الشائعات والبلبله حصلت انه الحقوا ده خلاص هيطلبوا الطلاق وياخدوا الحاجه ويمشوا، فهي معلومات مهمه جدا ان كل المشاهدين يبقوا فاهمين ان مفيش الثغرات القانونيه خالص، هو بس القانون محتاج تعديل ومحتاج تجديد لانه صادر من سنه 75 وهو ما كانش معمول بيه في كتير. تمام. وما كانش الناس اللي هم مقدمين دلوقتي للمحاكمه دول اغلبهم ما كانش بيقدم اقرارات صادقه 100%. وانا